مرحبا بكم في جرين اوبن لاب، هذا الفضاء المفتوح اللي يجمع ما بين الفلاحه اللي يرغبوا انهم يرقمنوا الفلاحه ديالهم ويطوروها، ومن جانب اخر الشباب اللي عندهم قدره على الابتكار واللي كيجيو بواحد الحلول جديده باش تطور الفلاحه. الوغ فاش كنهضروا على تطوير الفلاحه عن طريق الرقمنه، هي اول حاجه كيفاش يمكننا ننميو المردود ديال الفلاحه ديالنا، هذه الاولى، وبيان سور يمكننا نربحوا اكثر. والرقمنه حتى هي كتمكن لها تفتح واحد الاسواق جديده اللي كيمكن لها تخلينا نبيعوا المنتوجات ديالنا، الانتاج ديالنا بواحد بالاثمنه احسن. ومن جهه اخرى هي الرقمنه كتعاون على الانتاج. فاش نهضروا على الانتاج والربح وزياده ديال الربح ديال الفلاح، دونك خصو ينتج اكثر ويستهلك قل، ديال المواد الاوليه. المواد الاوليه اللي كتعاني من واحد الشح كبير في هذا الوقت هي الموارد المائيه بالدرجه الاولى، ولكن كاين حتى يعني الاسمده وكاين الادويه اللي كتشكل واحد العبء على الفلاح. كيفاش يمكن لها الرقمنه تعاوننا في هذا الشيء؟ حنا بدينا بواحد الحلول، من بينها الحلول المقترحه من طرف اروى، يعني واحد الشركه 100% مغربيه اللي كتنتج واحد الحلول رقميه، يعني كتعاون على الفلاح كيفاش يمكن له يعرف الكميه المحدده ديال الماء اللي خاصو يعطي النبته ديالو، وعن طريق مستشعرات اللي كتكون مستشعرات على تياخذوا يعني الجو، ومستشعرات اللي كياخذوا الرطوبه ديال التربه، ومستشعرات اللي كتعرف وكيمكن لها تعطيك واحد بطريقه دقيقه فوقاش عندك لافويت وفوقاش عندك مثلا البوشاج. وبهذه الطريقه كيكون يعني حصلنا على واحد يعني واحد الوسيله باش يمكن تمكن الفلاح باش انه ما يكونوش عنده مفاجات، وما يكونوش عنده يعني واحد التبذير ديال المواد اللي كتشكل واحد العبء كبير على الفلاح. اللي نقول هو ان الرقمنات يمكن تلعب واحد الدور كبير، لا على المستوى ديال الانتاجيه ولا على المستوى ديال الاقتصاد الطاقي، ولا على المستوى كذلك ديال الحفاظ على الفرشه المائيه، وكذلك على المستوى ديال الحفاظ على البيئه. غادي نعطي تطبيق من التطبيقات يعني الكثيره التي يمكنها ان تدخل في هذا المجال ديال رقمنه الفلاحه، ولا ما يسمى بالفلاحه الذكيه. غنعطي واحد التطبيق هو ديال هذه المحطه ديال لاستاسيون ميتيورولوجي. احنا كنا في هذه الضيعه كنا نعتمدوا السقي بواحد الاساليب يعني هي نوعا ما متقدمه ولكن كتبقى غير دقيقه، وبالتالي لما اهتدينا باش درنا هاد لاستاسيون ميتيورولوجيك، اللي تيمكن لها تعطينا يعني الحاجيات الدقيقه ديال الشجره في كل يوم، وبالتالي تيمكننا يعني تعطينا الكميه بلا ما نضيعوا وبلا ما نعطيو بزاف، الكميه التي تحتاجها الشجره يوميا. بهذه التقنيه استطعنا باش نقتصدوا يعني على يعني الكميات التي كنا كنعطيو الماء، واستطعنا كذلك ان نحتفظوا على كذلك الطاقه اللي هي مكلفه جدا، وكذلك كتسمح لنا بانه نكبروا الانتاج. النقطه الثانيه هو انه هذه المحطه ديال الارصاد هي كذلك كتعطينا واحد العدد ديال العوامل ديال المناخ، اللي واحد لوجيسيال تيمكن له يعطينا يحدثنا على جميع الامراض اللي يمكن لها تقيس يعني الشجره، وبالتالي هو اللي تيكون عنده بحال اون اليرت، كيعطينا واحد الاشاره ديال كل المرض فوقاش يمكن لك الدواء. وهنا كذلك هذا عامل من العوامل اللي كتحافظ على الطاقه، كتحافظ كذلك على مواد الانتاج، يعني العوامل الانتاج، واللي تيمكن لها تعود عن النفع على الانتاجيه ديال الفلاحه. وبالتالي هناك واحد العدد واحد كثير من الاساليب اخرى اللي تيمكن لها، يعطينا كمثال اللي كتدخل في الرقمنه، واللي تيمكن لها ترجع الفلاحه ديالنا في المغرب يعني فلاحه عصريه وفلاحه تواكب تكنولوجيه ومردوديه يعني كبيره جدا.